الإنسان في الدنيا له تجارب ولازم يكون اختلف واتفق مع الناس كلها. الخصومة أصلا ضرر، يعني مثلا لو أنا في الشغل وبتخاصم مع زميل ليا بضر الشغل. صاحبي ده متفاهم ان انا اجي اصالح معاه، اجي اناقشه، اعاتبه، يعني خلاص يعني مش هيبقى في اي حاجه ومش هيبقى في غير معاتبه بس. طول ما انت بتتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى ما بيبقاش في حته منطقه الندم او كده خالص، يعني لان ما بعرفش ان انا خاصم اصلا. يعني انا ممكن خصومته تكون شريفه مع حد، يعني اتفق معاه على اشياء كتير، ولكن اختلف معاه على شيء نفسه. حاله الخصومه انا بتجنب الشخص ذات نفسه دوت. ليه بقى؟ من عشان ما يبقاش فيه على العداوة اكتر. بحاول ان انا اراجع نفسي واشوف ايه الخطأ اللي عندي واحاول اصلحه، لان ممكن يكون انا اللي غلطان مش هم. الدنيا ما فيهاش حاجة تستاهل عشان خاطر انا ان انا اخاصم او اعادي.